فريت الحاجه الاولى لي فريت اوملات با بليس تشكتوكه سلاده هادو حفايس تاع الصيف لي ليجي باسكو لي ستوما في الصيف ما تحملش نابورت ماكله. كاين عباد راهم ياكلوا لي بلا ب 3000 دينار بصح ما يعرفوش ياكلوا بور مو باسكو دايرين لهم المايو الناس الهريسه الشلايط الدجاج مخلوطه ماشي لي ستوما ما تحبش. هادو العفسه التقليدي اكل التقليدي فيه حكايه وحكايات يا على بالك دان شهر يدير في البلاد 600 الف ريت لا يا تجيب هذاك هذه الماكله ما كاش منها هذا كلش اصطناعي لي زال مخترع وجات اصطناعي تراك تاكل في الدجاج وهي اصطناعي يا هاك فاهمني تسمى باينه الماكله باينه وكاين عباد بزاف ما على بالهمش نصيحه لهم نعطي لهم نصيحه كونساي الدجاج والدجاج يفيتي هو في النهار باسكو يدير الكونو يا خو في السخانه لي ستوما ما تنجمش تاكلو ما تنجمش تمدغو يروح ديرك للكونو يا هادي نعطيها نصيحه للشباب والشعب الجزائري.